اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام كبار. لما تدخل سوبر ماركت كبير او مطعم لازم يعمل لك حاجه اسمها تيست الاكل جديد علشان تشوف اذا كان حلو ولا لا. وهنا بقى نفسي يعملوا تيست للغربه علشان تدوق مرارتها قبل ما تفكر تشتريها. ده موضوع الفقره اللي جايه معانا في برنامج كلام كبار. اما بقى للفقره اللي بعد كده، بيعجبني قوي وبيضحكني قوي الشخص اللي يقول لك مع احترامي ليك بس انت ما بتفهمش، او لما يجي يناقشك في اي حاجه ويقول لك والله اديني رايك فانت تقول له انا رايي كذا، يقول لك بص رايك ده خليه لنفسك، امال بتسالني ليه؟ بتتعب حالي ليه معاك؟ وهو ده موضوع الفقره الاخيره في حلقه النهارده، وهو تقبل الراي والراي الاخر. خلونا بسرعه نطلع فاصل ونرجع على طول علشان نبدا الفقره اللي جايه. تبقى الغربة صعبة مهما كان مستور الرفاهية فيها، فلا شيء يوازي الوطن الحقيقي لكل إنسان. فالوطن ليس فقط مكان وإنما روح وأهل وأصدقاء. يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، النهاردة هنتكلم عن موضوع الغربة، بس قبل ما نخش في تفاصيل الموضوع خلوني أرحب بزميلتي سارة. مساء الخير عليك يا سارة. يسعد مساك يا آية، ومساء السعادة على كل مشاهدينا ومتابعينا في برنامج كلام كبار. كتير مننا عايش في بلد غير بلده، كتير مننا مغترب لظروف قهرية، كتير مننا شايف ان الوقت الحالي ده الغربة هي الفايدة والاساس اللي هي نقدر نكمل فيه حياتنا، او ان احنا نلاقي مشروع، او ان احنا نلاقي وظيفة او غيره وما شابه ذلك. صحيح يا سارة، طبعا الناس بيلجأوا للسفر الفترة اللي فاتت دي بسبب المجاعات والحروب في الدول اللي فاتت. يعني الواحد بيبقى شايف ان هو فاقد حاجة او جزء من روحه، يعني ذكرياته، انتماءاته، هواياته. فالشخص بيبقى في البداية مش عارف يتأقلم، يعني بيلاقي صعوبة كبيرة في التأقلم مع الناس، في التأقلم مع الأصحاب. بيبقى الفترة طويلة جدا منعزل ومكتئب، والاشخاص التانيين ما بيبقوش يعني شايفين ان الشخص ده اللي هو يعني مش فاهمين ايه اللي جواه. فزي ما قلت في البدايه ان الغربه يعني الوطن مش هو مكان بس احنا بنعيش فيه، لا، روح وانتماء وذكريات جميله. وفي ناس جدا بتحس بفقد يعني طفوله في بلد وانت في بلد تاني، ففي جزء جواك بيبقى متعب، وده بيولد يعني الشخص بيبقى يحاول ان هو يتأقلم بس على فترة طويلة لما بيقدر ان هو يتأقلم في الموضوع ده. زمان يا آية كانت الغربة علشان خاطر الوظيفة بس، لكن دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها او الفترة اللي فاتت كان في ناس كتيرة قوي مغتربين في دول غير دولتهم، بس في دول كتير استقبلتهم بالحب والمودة ورحبت بيهم ووفرت لهم كل وسائل الراحة. لكن بيرجع السبب للغربة هو حاجة بتخلي الواحد غصبا عنه ان هو يلجأ ليها، الظروف السياسية، الظروف الاقتصادية، الظروف الاجتماعية، الثقافية، التعليمية، كل ده غربتهم كانت صعبة عليهم، سواء كان حد هيكمل تعليمه برا، سواء حد عايز يشتغل، سواء حد حصلت في بلده ظروف سياسية أجبرته على أن هو يغترب ويعيش في مكان غير بلده. فعلا صح، زي ما قلت يا سارة بيبقى في تأثير نفسي وتأثير معنوي. حالة التأقلم بتبقى صعبة كبيرة على الواحد لما مثلا بيخش جامعة جديدة أو مدرسة جديدة، ما بيبقاش عارف يكون علاقات في الأول، بيخلي نفسه منعزل ومنطوي، وده غلط. يعني إحنا لازم إن إحنا نرضى بالقدر ونرضى بالمقسوم، يعني لعله خير السفر، لعل الغربة دي تبقى غير بسبب الظروف زي ما قلت يا سارة، الاقتصادية والسياسية والتعليمية. فلازم الواحد يكون راضي من جواه على الظروف عشان يقدر يتأقلم على البيئة الجديدة اللي هو عايش فيها. فزي ما قلت ان هو الواحد لازم يبقى راضي بقدره ونصيبه، لازم ان هو يحاول يطلع نفسه من الحالة اللي هو فيها، لازم يحاول يتأقلم مع الناس ويكون علاقات جديدة، يكون معارف جديدة. صحيح انه بيبقى فيه حنين واشتياق للوطن، ولكن الشخص لازم يرضى. وان شاء الله يعني كل شخص مغترب سواء بعيد عن بلده ولا بعيد عن اهله ان شاء الله يجمعه على خير. الغربة مضيعة الاصول،
طبعا الغربة عن الوطن ليها تأثير كبير جدا على الفرد، وليها أسباب كتيرة قوي، وليها حاجات متنوعة، وأهمها الروح والفكر. الروح والفكر الاجتماعي في الإنسان. في الغربة يملك كل شيء ولا يملك شيء. يعني أنا شفت أن الشعور ده، أن الإنسان بيملك كل شيء في الغربة، مال وضحك وهزار وخروج وكل حاجة، لكن في نفس الوقت بيحس أنه هو مش مالك أي حاجة، لأن هو مغترب بعيد عن أهله، عن أرضه، عن وطنه، عن كل حاجة بيحبها، عن أيام طفولته، عن الحياة اللي كان بيعيشها زمان، وبيتمنى أنه هو يرجع، بس الظروف القهرية هي اللي مخلياه أنه هو يفضل متغرب. صحيح يا سارة، فعلا زي ما قلت، عشان نرضى بالغربة ونرضى بالمكتوب لازم الواحد يكون راضي ومؤمن بالله سبحانه وتعالى، وإيمانه قوي إن هو يقدر يتأقلم مع البيئة الجديدة، سواء على مستوى الدراسة، سواء على مستوى العيشة. يعني مش شرط برضو الغربة تكون بعيد عن الأهل، في ناس فعلا بيبقوا أهلهم معهم، بس هو حاسس بوحشة كبيرة لوطنه، بحنين كبير، بيبقى قاعد مع نفسه شايف أو بيفتكر الذكريات اللي كانت في بلده، أو بيقعد يفتكر مدرسته، بيفتكر الشوارع. فعشان الواحد يخرج من الحالة دي لازم يرضى، ولازم إن هو يحاول يعمل حاجات جديدة في حياته، يدور على الحاجات اللي موجودة في الغربة إن هي تقدر تساعده على كسر الحاجز اللي بينه وبين البلد التانية. أو ممكن مثلا يشغل نفسه بالهدف اللي في حياته أو في دراسته، يحاول إن هو يتأقلم وما يخليش نفسه يعني تحت شعور الحنين والاشتياق، لأن ده بيدمر الإنسان فعلا من جوه. طبعا يا آية، الغربة ليها حاجات كتيرة قوي، وناس كتيرة قوي عاشت التجربة دي. أنا عشتها يمكن 19 سنة بعيد عن مصر، وكنا كل فترة لازم نيجي فيها زيارة لمصر علشان خاطر ان احنا بندرس وبابا بيشتغل هناك. كنا بنقعد مثلا حوالي 3 سنين 4 سنين علشان نيجي زيارة. اول ما كنا بننزل يا آية مصر، كنا مجرد بس ما بنشم ريحة الهواء اللي في مصر وبنقول الله عليك يا بلدي، الله عليك وعلى جمالك وعلى حلاوتك. وطبعا كان بيبقى شعور حلو جدا. فعلا اكيد، وانا كمان عشت التجربه دي. يعني ان انا كنت بعيده عن بلدي مده يعني 6 سنين، فبعاني بصعوبه التاقلم، وبعاني بصعوبه على مستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي، لانه بيبقى في اختلاف فكري ما بين يعني البيئه الجديده الواحد اللي عاش فيها. طبعا حابه اقول ان الجسم في بلد والروح في بلد، يا وحشه الروح بل يا غربه الجسد. كل مننا حد ليه مغترب بر، وكل حد فينا عايش وقت غير وقته. فإحنا هنا هنقول إن خلصت فقرتنا، وبنتمنى إن أنتوا تتابعونا في الفقرات اللي جاية، واستنونا الفقرة التانية مع زمايلنا ماركو ورشا.